خلينا بتقول لكم حاجة مهمة جدا، لأن ناس كتير بتسألني وخصوصا مرضى اللي عندهم التهابات في القولون أو عندهم قولون عصبي، عندهم أمراض كمان في المستقيم وأمراض في الشرج، بيسألوني عن الأكل. فالأكل مهم قوي بالنسبة للمرضى دول. الناسور الواطي لازم يعملوا أحسن حاجة بالليزر، وخاصة بيبقوا دايما رفيعين، فده الليزر هايل فيه. الدم في الشرج ده مشكلة كبيرة، ان احنا دايما تخوفنا والبعبع بتاعنا هو ان يبقى فيه سرطان. سرطان ده بعبع، انت شويه الدم ده ممكن يبقى بواسير، وممكن سرطان ضخم جدا جدا. فارجوكم الدم اللي في البراز، لو انت مش حد هيشوفك بشكل جيد اقطع الشك باليقين واذهب وافعل منظار. عيان بقى بيشتكي من قولون عصبي والام، وبيروح للحمام بشكل كان الاول طبيعي بس بدا يعاني من امساك، نصح بدراسه الميكروب الحلزوني، وبعض الدكاتره قالوا له لا انت بتاكل غلط، فكل فاكهه والياف وبتاع والكلام ده كله. الميكروب الحلزوني ده موجود مع كل الناس او عدد كبير جدا من العالم. مشكلته اما تظهر اعراض منه، اعراضه على المعده مش على القولون، يعني القولون لا يؤثر فيه، وبالتالي هو مش عامل له امساك، مش عامل له انتفاخات، مش عامل له هذه الاعراض. فلو عنده الميكروب الحلزوني ومعدته جيده وما فيهاش مشاكل ينساه. مهم جدا الثقافه الطبيه في عالم الجهاز الهضمي السفلي تحديدا، مهم قوي. وانا بجد انه فعلا هي جزء مهم من الطب، للاسف كثير من الناس بتتصرف فيه بعشوائيه.